عندما نتعامل احنا هنا في النادي الاهلي او كل التعامل ما بيننا وما بين اي حد اتربى يعني في النادي الاهلي، عندما تتعامل مع الاخرين لا تتعامل بقلة الادب، ولا تتعامل الا بالاحترام، ولا نتعامل الا بالحسنى. وخدوا بال حضراتكم دي مش مثالية، هذه ليست مثالية، لان انا خليني في الكلام او في الموضع اللي انا فيه دلوقتي من خلال قناة النادي الاهلي سأدافع عن النادي الاهلي حتى الرمق الاخير، ولكن مش بالصوت العالي، مش بقلة الادب، مش بالشتيمة، مش هنعمل كده ابدا ابدا ابدا. عمرنا في النادي الاهلي عمرنا ما بنوصل لكده ولا هنوصل لكده، ومحدش هيزقنا لهذا الاتجاه، محدش هيزقنا لهذا الاتجاه، لان النادي الاهلي مبادئه معروفه منذ 1907 وحتى الان، وده اللي الواحد اتربى عليه. يعني انا ابويا وامي علموني كويس الحمد لله، واللي اتعلمته داخل النادي الاهلي الحقيقه حاجات كلها تدعو للفخر، تدعو للفخر، الاحترام، احترام الغير، دايما دايما هنبقى اقوياء في ردنا ولكن باحترام. عمرنا ما هنقل في ادبنا، عمرنا ما هنقل في ادبنا، عمرنا ما هنقول كلمه كده ولا كلمه كده عشان حد بيتكلم على النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي اللي يتكلم، يعني النهارده في كلمه المستشار احمد الزند قال لي يا جماعه اللي يتكلم على النادي الاهلي يتكلم، لان النادي الاهلي ده في حته تانية، النادي الاهلي ده في مكان تاني، هذه هي الحقيقه. هنفضل دايما محترمين نفسنا قبل اي حد. عمرنا ما حسن، عمري انا شخصيا كمان داخل القناه عمري ما هنساق ان انا اطلع اروح اقول ارد على ده اشتم، اقول ان هو شتمني فانا اطلع اشتمه، والكلام اللي بيحصل اللي حضراتكم بتشوفوه من تراشق انا عمري ما هعمل كده، لكن سادافع عن النادي الاهلي بمنتهى الجديه وبمنتهى القوه بمنتهى الحماس وبمنتهى كل شيء، ولكن باحترام. هو ده اللي انا اتعلمته، هو ده اللي انا طول حياتي ماشي بيه وحفضل ماشي بيه. حتى النهارده اللي كانوا مختلفين مع النادي الاهلي بشكل محترم، بشكل محترم، بالمناسبه من الممكن جدا ان يكون هناك واحد اهلاوي ولكن مختلف مع بعض الامور داخل النادي الاهلي، لكن هو حبه للنادي الاهلي واحترامه، حتى لو ما كانش اهلاوي بالمناسبه، واحترامه للنادي الاهلي هو اللي يجبره ان هو يتعامل باحترام وبيرد بادب وباخلاق وبكده. لكن احنا عمرنا ما هننساق الى ان احنا نشتم فلان او نتكلم على فلان بطريقه مش كويسه او نعمل كذا او نعمل كذا، عمرنا. النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي كده، برنامج ملعب الاهلي كده، هو ده اللي انا اتعلمته طول حياتي، ما فيش حد بيقوله لي بالمناسبه، يعني ما فيش حد بيجي يقول لي يا اسلام لا، لكن هي دي الحق، هو ده المبدا اللي احنا ماشيين عليه، هي دي الطريقه اللي احنا بنمشي بيها، هو ده الاسلوب اللي احنا اتعلمناه داخل النادي الاهلي. عشان كده تلاقوا دايما الهدوء بيسود النادي الاهلي مهما كانت الزوبعه كبيره جدا، ولكن دايما بتلاقوا الهدوء هو اللي بيسود النادي الاهلي، واي قرار بيطلع هو بالمناسبه هو قرار مؤسسي، يعني ايه، بناء على لجان كتيره جدا بتروح لمجلس الاداره، مجلس الاداره بيقعد 4 5 ساعات يقول القرار اللي هم شايفينه من وجهه نظرهم يقف مع مصلحه النادي الاهلي. لكن نطلع نشتم مش هنعمل كده، نطلع نقل في ادبنا مش هنعمل كده، عمرنا ما هنعمل كده. هذا هو النادي الاهلي، هي دي مبادئ النادي الاهلي، هو ده احترام النادي الاهلي. عمري انا شخصيا عمري ما هنساق مهما اتقال،